المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها المسيح إلهنا أن نقوم بهذه الخدمة السرية والعمل الكهنوتي ونمتلئ من غنى مواهبك الإلهية، فنصعد لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله، المجد لله في الآن. المجد والإكرام إلى ملك الملوك وسيد السادة الذي بنى البيعة المقدسة وأسسها على الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، وقام فيها رعاة ورؤساء ومدبرين، ووعدها بأن لا تقوى عليها أبواب الجحيم. باروخ موريش كوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها الرب الضابط الكل العظيم والقدوس وحدك، يا كثير النعمة والحق، اقبل بحنوك هذا البخور الذي نقدمه لإكرام اسمك القدوس من أجل عبدك هذا الخور توفيق الذي مثل أمامك لينال واسمك المقدس، وأحنى عنقه ليحمل نيرك الطيب ويكون وكيلا أمينا على بيعتك، ويقف نفسه وعقله على خدمتك. فارتضي يا رب به وأهله لقبول نعمة روحك القدوس، فيكون شريكا في أسرارك المقدسة ويستحق مواهبك المملوءة معونة وحياة جديدة. اجعله غرسة مباركة في بيعتك المقدسة، وليكن حكيما في تدابيره كلها، غير ملوم في تصرفاته، كاملاً ومجملاً بكل عدل وبر، وقلبه مليء محبة وغيرة، حتى إذا خدمك في هذا العالم
بإخلاص وأمانة يستحق أن يسكن في المنازل السماوية صحبة الرعاة القديسين، وجميعنا نصعد لك المجد الآن وكل أوان وإلى الأبد. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم، أنت الشفيع الأكرم عند تحننك هذا البخور الذي قدمناه أمامك
وأرسل روحك القدوس إلينا وإلى عبدك هذا الخورط فيك المنتظر قبول موهبتك. باروخ موريش كوهني فنرفع إليك المجد يا ربنا يسوع المسيح رأس كهنتنا الحقيقي ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات له ميوتو اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات له ميوتو قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتون اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. من الرسالة إلى العبرانيين وبارك يا رئيس الكهنة. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي فلنتمسك بإيماننا لأن لنا في يسوع ابن الله رئيس كهنة عظيما اجتاز السماوات، ورئيس كهنتنا غير عاجز عن أن يشفق على ضعفنا، وهو الذي خضع مثلنا لكل تجربة معدى الخطيئة. فلنتقدم بثقة إلى عرش واهب النعمة لننال رحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة. فكل رئيس كهنة يؤخذ من بين الناس ويقام من أجل الناس في خدمة الله ليقدم القرابين والذبائح تكفيراً عن الخطايا، وهو قادر أن يترفق بالجهال والضالين لأنه هو نفسه متلبس بالضعف، فكان عليه أن يقدم كفارة لخطاياه كما يقدم كفارة لخطايا الشعب. وما من أحد يتولى بنفسه مقام رئيس كهنة إلا إذا دعاه الله كما دعا هارون، والتسبيح لله دائما. الخلاص
وأصفياؤها يرنمون ترنيما. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: دعا يسوع الرسل الاثني عشر وقال لهم: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم وعظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن بينكم هكذا، بل من أراد أن يكون بينكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن لكم عبدا، مثل ابن الإنسان الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فداء عن كثيرين. حقا والأمان لجميعكم. سيادة المطران بولس النائب البطريركي العام على نيابة صربة، سيادة المطران سمير رئيس أساقفة أبرشية دمشق، الساميي الاحترام، أباء الأجلاء، الأخوات الراهبات، إخوتي وأخواتي الأحباء جميعا بالرب يسوع، بهالاحتفال المهيب بسمع بالعمق صوت أبونا توفيق عم بردد مع صاحب المزمور: ماذا أرد إلى الرب عن كل ما كافأني به؟ لأنه نعم الرب يا إخوتي كتير كبيرة بتنبع منه، وأهم نعمة سر الكهنوت. لما منتأمل بهالسر العظيم لتأسس ليلة ألام الرب الخلاصي بالعشاء السري الأخير، أراد الرب يسوع أنه يتابعوا الرسل اللي اختارهم رسالته الخلاصية لتوصل ثمارة إلى كل إنسان حتى نهاية الأزمنة. ماذا أرد إلى الرب عن كل ما كافأني به؟ كل كاهن كل يوم لازم يكون بحالة شكر، بحالة تمجيد، لأنه ما في رتبة سامية أسمى من الكهنوت المقدس. نحن بنظرتنا البشرية
لما صارت الكنيسة تعطي درجات تقديرية بالكهنوت، هو فقط لحتى تقول الكنيسة عم بتقدر العمل اللي أنت عم بتقوم فيه، ولأنك عم بتقوم فيه بالروح اللي يسوع علمنا إياها لما قال لهم للرسل 12 ما يكون عندكم منطق العالم، لأنه بمنطق العالم الناس بيتريسوا على بعضهم، واللي بيفكروا حالهم أهم بياخدوا المراكز الأولى، بيقول لهم مش لازم يكون الأمر بيناتكم هكذا، ولكن الكبير فيكم فليكن خادماً على مثال ابن الإنسان الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه في سبيل الكثيرين. فإذا كل درجة تعطى من درجات الكهنوت هي أولا حتى نكون عم نرفع الشكر لربنا، وهالدرجة مدعوة إنه تكون عم بتزيد اللي عم بيستقبلها تواضع وتصميم على إنه يعطي أكثر، لأنه الرب بيكون عم بيحمله مسؤولية أكثر. أوقات بشرياً منقول فلان نياله صار مطران أو صار مونسنيور، هذا تفكيرنا البشري، ولكن المسؤولية بتكبر، ولذلك عليكم تصلوا لكهنتكم لمطرينكم للمونسنيورية لحتى كل واحد منا بمسؤوليته يكون عم بيقوم فيها بتواضع يسوع المسيح حتى يتجلى من خلالنا يسوع المسيح، ونكون حقيقة عم نحقق رغبة القلب، هالرغبة اللي عبرت عنها للديسي تيريزيا الطفل يسوع لما قالت رغبتي أن أحبك، أن أحبك يا إلهي، وخلي الناس كمان يحبوك. لذلك صلاتنا إنه ولا مرة نكون لا سمح الله سبب شك، تكون رغبتنا ورغبة قلبنا كل يوم نحب ربنا أكثر وأكثر، ونخلي الناس اللي الرب عم يدعينا لنخدمهم لحتى هن بدورهم يحبوه أكثر ويحبوا الملكوت ويحبوا درب القداسي اللي كلنا سوا مدعوين لإلى. أبونا توفيق اليوم مع عائلتك، مع الوالدي وإخوتك وعائلة خيك ماجد، كل العائلة وعائلتك الكبيرة، كل الأشخاص اللي بيحبوك اليوم عم نفرح معك وعم نصلي لك، ومنعرف من البداية الروح الكنسية اللي ربنا عطاك إياها وعرفت استقبلتها بكل إيمان وبنظرة كنسية حقيقية. أنا بعدني بتذكر منيح لما كنت رئيس بالمدرسة الإكليريكية، وتوفيق كان إكليريكي بأبرشية جبيل، ولكن ما كان بالإكليريكية لأنه بوقتها كان في قسم من إكليريكيي الأبرشية موجودين بمعاد وعم بيتابعوا دروسهم وعم بياخدوا التنشئة اللازمة. لما شاف أبونا توفيق إنه التنشئة اللي عم تنعطى بالإكليريكية البطريركية متكاملة، ومع رفقاته اللي عم يدرس معهم بالجامعة، إجا طلب إنه يكون عم نستقبله بالإكليريكية، وبالرغم من إنه القانون ما يكون بيسمح، لأنه قانون الإكليريكية بيقول لازم الإكليريكي على القليل يقضي 4 سنين بالإكليريكية، وكان بعد عنده سنتين يمكن أو ثلاثة ما بعرف، ولكن لما شفت رغبة قلبه بإنه يكون بالإكليريكية عم يتنشأ هالتنشئة العميقة اللي بتأهله ليكون كاهن بحسب قلب الرب، كان بالإكليريكية حقيقة مثال، وأطلق بوقتها بروموسيون سنة 2000 لأنه هن ارتسموا كهني ببداية الألفية الثالثة سنة 2000. أبونا توفيق بكل مسؤولياته المتعددة بالأبرشية، إن كان بخدمة الرعاية أو بالأيمية العامة أو بعمله مع الشبيبة أو بالمجلس الكهنوتي ولاحقاً مع تجمع يسوع فرحي من انطلاقته، كان الكاهن
اللي عم بيكون الكاهن الشاهد ليسوع المسيح، اللي عم بيوصل حب يسوع المسيح إلى كل شاب، إلى كل صبية، إلى كل شخص هو مسؤول عنهم. والكنيسة قدرت هالشي خصوصا بعمله والثمار التي تعطى مع الشبيبة. ولذلك بحسب الروحانية اللي انطلق منها سيدنا البطرك انه يعطي رتبة البرديوطية بلقب مونسينيور لعمله مع الشبيبة والثمار والتنظيم وهالتعب الكبير اللي عم بيعطيه، حب كمان أبونا توفيق بأنه يكون عم بيحصل على هالرتبة بختام تجمع يسوع فرحي مع الشبيبة اللي بيحبها ومع أهله مع كل الأصدقاء، لحتى يبقى برسالته الشاهد ويكون عم بيعلن للشبيبة بأنه رح ضلني حدكم ورح ضلني أمامكم هالإنسان اللي عم بدلكم على يسوع المسيح واللي عم بيساعدكم حتى تحبوا يسوع المسيح أكثر بحسب رغبة قلب القديسة تيريزيا ورغبة قلب أبونا توفيق. بقول لك مبروك أبونا توفيق، صلاتنا معك حتى تنمى بالقداسة، وحتى ولا مرة الروح العالمي يدخل إلى قلبك، تخلي كلمة ربنا اللي عم تتأمل فيها وصلاتك وقداسك اليومي وتمثلك بمعلمك الإلهي يكون عم بيزيدك تصميم على التواضع، على التشبه به بطريق القداسة، حتى تكون كاهن بحسب قلب الرب والتابع الرسالة اللي ربنا دعيك لإله. العظيم يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين، حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية ولدة الله مريم ومر يوسف خطيبها ومرمرون ومر يوحنا مرون والقديسة تيريزيا الطفل يسوع. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنه هذه الذبيحة، أبونا توفيق الذي يتقدم اليوم من الدرجة البرديوطية وعلى نية أهله وعلى نية الشبيبة عامة،
وتجمع يسوع فرحي، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكم يا أخوي الحبرين، السلام لكم يا إخوتي الكهنة ويا خدام الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. نرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق ولا شيء. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكروبيم والصرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين.
قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم هودك دمحة شودي لما بتحاي نساب اللحم بيدا وقادي شوطو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار سابخو المني كل خو هونو دنيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلف ساقية ما تقسى وما تهاب الحصو يطحو بي ده العلم علمي آمين وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو بارخوا قادش ويا بالتلميدة وكادوا مار سابشتا ومني كل خون هولو دنيتاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهدو ما تهاب حصو يطحو بي والحايد دلعو لم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك
وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ينحدر فيها الروح الحي القدوس من ذرى الأعالي السماوية، ويحل على هذا القربان الموضوع هنا لتقديسنا، فلنقف نصلي استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس وليحل علينا وعلى هذا القربان. اجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطياركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا ومار ميشال المترأس ومار سمير المشارك معنا وسائر الأساقف المستقيم الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا يسوع حين تأتي في ملكوتك، اذكرني يا يسوع حين تأتي في ملكوتك. منصلي يا رب على نية عالمنا، بارك وهدي سكانه تعيشوا بسلام ومحبة مع بعضنا البعض. من سلمك بالأخص وطننا لبنان، نور عقول حكامه وزيد إيمان شعبه تيزيد اتكالن عليك، لأنه فيك وحدك خلاص، منك يا رب منطلب. اذكرني يا يسوع حين تأتي في ملكوتك. منصلي على نية الكنيسة تتبقى واحدة جامعة مقدسة رسولية ثابتة على صخرة الإيمان بيسوع،
منصلي على نية أبونا توفيق حتى يضل حامل إنجيل الحياة والخلاص لجميع الشبيبة، ويساعد كل إنسان ضل الطريق، وحتى يوصل تعاليم يسوع للعالم ويغرس بالقلوب المحبة، المغفرة، الصبر والشوق للسماء. منك يا رب نطلب. يا يسوع حين تأتي في ملكوتك. منصلي يا رب على نية المكرسين والمكرسات وكل الدعوات بالكنيسة. منصلي على نية كل عيلة قدمت حدا من ولادها لخدمة الرب. ساعدهم تعيشوا على مثال القديسين بتواضع وحب بلا حدود وبلا شروط وبدون مقابل. ثبتهم فيك تعيشوا بطهارة وقداسة حتى يشع نورك من خلالهم. منك يا رب منطلب. منصلي يا رب على نية جماعتنا الرسولية، فعلت حقلك ورسل حبك ليكونوا دايماً ثابتين بالتزامهم فيك ومعك، يشهدوا للحقيقة بقلب عالمنا ويعلنوا بفرح لكل إنسان رغبة قلبك. منك يا رب نطلب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، بخاصة والد الخوري توفيق، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أريح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. Thank you.
كربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا نقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاك يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرق الملتوية، برخمور اشكوهني، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمي المحيي، لمن يتناوله واقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي الواحد في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع. أحبائي بهالوقت بتبلش خدمة الصيامة البرجوتية للخوري الطفي أبو هدير. تنقسم الصيامة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تقديم المنتخب الخوري الطفي إلى الأسقف، وبيتألف هالقسم من الطلبات من أجل الأسقف والمنتخب الخوري الطفي المدعو إلى هالخدمة المقدسة، خدمة البرديوت أي الزائر في الأبرشية.
وثانياً المجاهرة بالإيمان من خلال أولاً التقديسات الثلاث، يعني القديشات ثلاث مرات، وثانياً إعلان الإيمان بحسب قانون إيمان مجمعي نيكيا والقسطنطينية. فالزائر هو المسؤول لبل الضامن والحافظ لإيمان المؤمنين. وثالثاً تقديم المنتخب إلى الأسقف على يد العراب، أي المرافق الروحي للبرديوت الجديد. القسم الثاني بيتألف من صلوات وضع اليد الإلهية، فالأسقف بيوضع إيد على الأسرار وأخرى على المرتسم، وعبر اليد الأسقفية بتنتقل النعمة الإلهية من المسيح الحاضر في سر القربان إلى البرديوت الجديد. وهالقسم كمان في الزياح بالإنجيل وزيت الميرون، وفي خلاله بيكرس البرديوت الجديد جرن العماد المقدس، وهذا من مهام البرديوت. القسم الثاني تسليم الشرات والزياح. شرات البرديوت هي أولاً لبس الغفارة، ثانياً عصا الرعاية، وثالثاً صليب اليد، ورابعاً بيجلس البرديوت على كرسي خدمته المقدسة. الزياح هو إعلان ثاني للصيام المقدسة، فمن رافق البرديوت الجديد بصلاة. ليبارك الرب الإله بين تغمة برادة البيعة المقدسة على مذابح أبرشية جبيل المارونية، باسم الآب والابن والروح القدوس. السماوية وفاحص القلوب والكلى، استمع لنا بكثرة رحمتك وتجاوز عن آثامنا، املأنا من قوتك ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك القدوس،
أهلنا لأن نكون كهنة العهد الجديد، لنقف أمامك كما يليق لاسمك القدوس ونخدم أسرارك الإلهية. ألهمنا أن نختار بضمير حي ونزاهة وتجرد الأفضل والأصلح لخدمة جلالك، وجميعنا نصعد إليك المجد إلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حايلتون قديشات ميوتو اتراحا معي قديشات ألوه قديشات حايلتون قديشات ميوتو قديشات ألوه قديشات حايلتون قديشات ميوتو اتراحا أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وسيأتي أيضا بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وأؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. نقدم إلى قداستك أيها الآب الطاهر المنتخب من الله مرمشال مطراننا هذا محب الله توفيق الواقف هنا ليقبل وضع اليد إذ ترقيه من درجة القصوصية إلى درجة البرادتة على اسم مذابح أبرشية جبيل المارونية المباركة وهو خاضع لسيادتك وجميعنا نتضرع إلى الله لأجله قائلين كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. النعمة الإلهية وموهبة ربنا يسوع المسيح السماوية تلك التي تسد عوزنا وتشفي مرضنا وتضمد جراحنا وتغفر ذنوبنا وتعتني بكل أبناء البيعة المقدسة هي تدعو وتختار عبد الله توفيق القائم هنا طارحا نفسه أمام هذا المذبح المقدس وعيناه شاخصتان إليك أيها الساكن في الأعالي ينتظر الموهبة السماوية ترفعه من درجة القصوصية إلى درجة البرادطة على مذابح أبرشية جبيل المارونية المباركة فلنتضرع الآن جميعنا لكي تحل عليه موهبة الروح القدس ونعمته ولنصرخ لأجله ثلاث مرات قائلين امنحه يا رب امنحه يا رب امنحه يا رب. مشلوم المريون اتكاشف مشلوم المريون اتكاشف مشلوم المريون اتكاشف. نعم يا رب أهله إلى دعوة البرديوطية
ليتعبد لك باستئهال كما يليق باسمك القدوس، ويخدم مذبحك المقدس، ويجد الرحمة لديك، وينال معونة نعمتك كل أيام حياته، ونصعد لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نتضرع إليك أيها الرب الإله بأن تحل يمينك مع روحك القدوس على عبدك توفيق، وبقوة كلمتك الخالقة أضع عليه يميني مع يمينك ويميني أخوي صاحبي السيادة، ليرتقي من درجة الخصوصية إلى درجة البرادطة. اجعله يخدم أسرارك المقدسة، وليتعظم لاهوتك بتواضعه، ولتكن خدمته لرضاك، ولتتجلى نعمتك في قداسة سيرته. اجعله وكيلا أمينا ليهتم بخلاص رعيته، فيقود النفوس التي أوكلتها إليه بالنقاوة والبرارة جميع أيام حياته. بنعمة ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، الذي يليق لك معه المجد والإكرام والسجود مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. بسلطان كلمتك التي تحيي كل شيء أيها الرب الإله، أهل عبدك هذا توفيق الذي اخترته وقربته لدرجة البرادطة الموقرة، وامنحه نطقا بمعرفتك ليقف في معابدك بالقداسة، ويصنع إرادتك بالطهارة، فيكرس المذابح ويمسح بالميرون اللذيذ أحواض العماد، تذكارا لآلام وقيامة مخلصنا الذي بواسطته يليق لك المجد والإكرام الآن وإلى الأبد. آمين. Thank you.
لقد أجلسنا عبدك هذا توفيق على كرسي الكهنوت لأجل بنيان البيعة المقدسة وأمان بنيها ولمجد وإكرام الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس لآنا وإلى الأبد. آمين. اللهم يا من منحت موسى النبي الكهنوت والنبوءة والعفة وأعطيته العصا ليخلص بها شعب الله، بارك الآن عبدك هذا توفيق ولتكن هذه العصا بيده علامة الأمان وعربون البر الآن وإلى الأبد. آمين. أسلمك يا ولد العزيز البرديوت توفيق بنعمة الله الخدمة التي نوكلها إليك في رعية المسيح في جبيل، فكن أمينا في خدمة إخوتك المؤمنين لا سيما الشبيبة منهم، دبر واعطف على المظلومين والضعفاء، ساعد المساكين، أغذ المحتاجين، افتقد المرضى، أعدد الأرامل والأيتام، عز الحزانة، احذر الافتخار والمجد الباطل، والزم التواضع وطول الروح. وأنتم يا إخوتي لقد رسمنا لكم ولدنا البرديوت توفيق بنعمة الروح القدس وانتخاب بيعة الله المقدسة ليرعى ويدبر ويحمل ثقل الضعفاء ويولي المغفرة للخاطئين ويوزع الرحمة على المحتاجين، لتحفظكم يمين الرب نهارا وليلا بصلوات الدائمة البتولية والدة الله مريم والقديسة تريز الطفل يسوع وجميع القديسين. آمين. إلى العمق نحوك أسير حيث الصيد ربي وفي معك افتنيت أنا الفقير بثقة أهبك كل ذاتي تقيت بك في صمت قلبي اختبرتك تعال الآن بكل أنت لدربي أوفى صديق معك لا أفى يا سيد حياتي معك لا أفى يا سيد حياتي عندك لا أفى أن ألقى شباكي في بحر حبك يسوع
لضعف إلهي لن أبقى أسير. فك غلالي يا ربي القدير، فيك انتصاري يا حبي الكبير. بفرح أهديك كل حياتي، إلي بكل عفوك. أنت يسوع مخلص الوحيد، معك لا خفا يا سيد حياتي، معك لا خفا يا سيد حياتي، عندك لا خفا أنكون في شفاكي في بحر حبك. كل كلمة يا سيدي، كلمة واحدة تكفيني، رداؤك يا سيدي، لمسة منه تشفيني. الذي أشبعت جوع الفقراء، أنت الذي رفعت كل الخدعاء، أنت الذي توشت كل الأنبياء. توشني بتاج ملكك. رداؤك يا سيدي، لمسة منه تشفيني. أنت الذي رسمت نجوم السماء، أنت الذي
أبدعت غيوم الشتاء، أنت الذي كللت الحقول بالبهاء، كللني بتاج عرشك. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح لك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا، يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. I'm